بكرين كتير. خير شو في؟ أكيد شايفيني بمنامكن. جينا ناخدك فؤاد بيك. فؤاد بيك، أنت ما رح تقدر تروح لحالك لعند حكمة آغا بعد القصة اللي صارت، وبصفتنا شركائك اجينا لحتى نروح معك. بما أنه فؤاد بيك وصل، بعتقد صار فينا نطلع. إذا عجبك هذا البيت، في بنوك بشتغل معهم على طول مشان القروض. إذا بتحب فيني ساعدك بهذا الخصوص، شو رأيك؟ أنا عجبني البيت، بس لازم أسأل المرة وبردلك جواب. تشاور ومو غلط، أنت حاكي المدام وبانتظار خبر من جنابك. على أمل اللقاء عن قريب. خاطرك. سوق أخي، يا ريت ما تدخلوني بأموركم العائلية. لا تخليني بلش فيك هلا. سوق يلا. انتو جبتوني لهون كرمال تزلوني، ما هيك؟ اكيد حكمة آغا ما بيعرف بوجودنا هون، ما هيك صبري؟ حكمة آغا عنده خبر بكل شي فؤاد بيك. اهلين حكمة آغا، شو شكلك لابس رسمي من عند الصبح؟ كان في قصة لازم حلها من بكير، رحت خلصت، آسف إذا نطرتكن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي. أهلين فيك. بعد الحادثة السيئة اللي صارت مبارح، حبينا نجي ونتطمن عليك ونثبت للعالم كله إنه نحن لساتنا حبايب. سلموا علي لكن ماشي الحال. عصيرة الصداقة والوحدة وينه تبع الشاحنات؟ ما جبتوه؟ كلياتنا عم ندور عليه لهداك أبو الشاحنات بس مفقود، وإذا نفد من إيد واحد رح يوقع بيد التاني. ما في داعي للدوارة، مانو زلمة فؤاد، هو بيعرف وين بيكون. كان زلمتي هيك، كان قبل ما تروح لعند شوفير التاكسي اللي كرمته وعملت له اعتبار أكتر من قيمته. بس أنا ما بعمل مثلك، أنا ما بعمل قيمة لحدا ما بيعمل لي اعتبار. إذا وقع بإيدي رح زدته قدامك. حكمة آغا، كلياتنا بنعرف إنه في خناقة بين أبو الشاحنات وشوفير التاكسي، وخاصة بعد ما الشوفير علم عليه، ما عاد استوعب عقله، وبسببه صارت حادثة مبارح، وعمل عملته بوجودك، بس هاد ما بيعني إنه نحن نتأثر بهالحادثة وتتفكك وحدتنا. وصبري، كمان تبع الشاحنات هو أخده؟ براق، كان غلطان بهذا الموضوع مع الأسف. من بعد إذنك رح يجي يبوس إيدك ويستسمحك، وما عنده مشكلة بأي عقوبة. صبري، شو رح يكون عقابك لبراق؟ أنا اجيت لهون بس لسلم عليك، ما اجيت لحتى برر لك شي. عم ترد الإيد لما اديت لك عن حسن نية؟ مو هيك الأصول. نحن ما أجينا حتى نكبر الأمور، أجينا حتى نحلها. وما كنا متوقعين من حضرتك يا فؤاد بيك إنه تحكي بهالأسلوب قدام الموجودين. تبع الشاحنات
إذا ما عمل اللي عمله مع حدا من عائلة أرسوي ما في بيني وبين فؤاد أي مشكلة بنوب، بس إذا عمله بأمر من حدا منهم ففؤاد هالمرة رح يبعث لي مين يبوس إيدي. لا أخي، هذا الشيء مانو ممكن، بس إذا براق كان ورا هي القصة اللي صارت فنحن حنعتبرها خيانة، مو بس بحقك، بحق كل الموجودين هون، وقتها حنعمل اللازم، مو هيك يا فؤاد؟ أنا كرمال أقدر أسس هالشراكة كرست عمري، تجاهلت روحي، أما اللي بيخون هالمجلس حتى لو كان ابني اللي عمل هالعملة ما بتركه لحدا وبعمل اللازم بإيدي. حطوا هالحكي ببالكم. تمام يا أخي؟ يعني صلحت لك كل شيء كان مكسر. هيك خالصين عمي. تسلم يا رفعت، شكرا. تسلم ايديكم. تفضل عمي. يسلموا ايديك. شكرا. يعطيك العافيه. يسلمون عمي رفعت. تفضل. الله يقويكم. انحلت عمي. تسلم يا بطل. هالمره هربوا من البحر الواطي. ورفقاتنا شوفيريه ما راح يطلع بايدهم شيء. شلون بدنا نلاقي بشار؟ شوفيريت تاكاسي ما حيطلع معهم شي، بس شوفيريت الشحنات ممكن يطلع شي معهم. عم تقول ممكن؟ معقوله متخبيين بشي درخوشه؟ انا رح روح اشوف. الله معك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك فتون. تاخروا لخبروني، ما حبيت سبب ازعاج وتضايقت من امينه لانه ما خبروني. بيكونوا ما خبروكي مشان ما تضايقي حالك، اصلا خدش بسيط مو محرزه. الشرطه شاكين بواحد اسمه بشار، وحسب ما امينه حكت لي ممكن هالشي يكون له علاقه بموضوع الشوفيريه اللي اجوا تشكروك. انا رايحه على الفرع، بتحب اتاكد لك؟ فتون، ما بدي اياكي تستلمي هالقضيه لو سمحتي. بس انا محاميتك علي رضا. وانا ماني محتاج لمحامي بهالموضوع فتون. والله جد؟ ليش؟ رح تحدد لهم عقابهم بايدك؟ ما بدي نعيد ونفتق بنفس السيرة، خلاص بقى سكري على الموضوع. تمام؟ يلا بشوفك. أهلا وسهلا فتون خانو. تعيش ربي شاي بنتي، بعدين بخلي فريد يوصلك. فريد ابني جيب لنا اثنين شاي. تكرم عمي.